عن الناموس ورحلة البحث عن الانتصار من هنا من عدة الميادين من أبو ظبي الوثبة. في هذه اللحظات انطلقت الأسماء وانطلق الشوط السادس الذي يحمل في طياته ثنايا الابكار المهجنات الاصايل. اندفع باندفاعة الشعارات الجميلة المتناثرة التي تزين ارضية هذا الميدان. اول المراكز مع مزنة، مزنة على الصدارة، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على اول الاسماء. المركز الثاني غزلان، على المركز الثاني محمد بن ناصر المنصوري على مستوى ثاني المراكز. المركز الثالث والثالث التحديات وصلت الذيبة سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري على المراكز. والمركز الرابع ورابع التحديات وصلت شفا على المركز الرابع مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري على رابع المراكز. وخامسها من وصل في هذه اللحظات وصلت شتات عبيد بن محسن بن راشد المري وصل على مستوى خامس المراكز. سادس التحديات وصل الدلال على المركز السادس عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. أما سابع المراكز والتحديات وصلت شواهين سالم بن محمد من السابع وصل. أما ثامن الأسماء وصلت نشله على المركز الثامن سالم بن مظفر بن خموشة العامري. أما تاسع المراكز وصلت وضوح على المركز التاسع وهنالك احترام، نعم احترام على تاسع المراكز سلطان بن محمد بن حمد بن محمد العامري. أما عاشر التحديات وعاشر المركز من تسللت في هذه اللحظات إلى تاسع المراكز وصلت وبرة وماجد بن سيف بن طماش المنصوري على المركز العاشر. أعود من جديد بعد أن أنهيت العشر المراكز الأولى ليتواجد هناك مع سكان الصدارة من ينطلقون ومن يندفعون في هذه اللحظات. أول المراكز أول الأسماء، يا سلام يا سلام من تنطلق على أول المراكز. وهنا اللقطات المميزة من أبو طلعت في هذه اللحظات عبر قنوات ياس الفضائية. إذن أول المراكز مزنة، مزنة على أول الأسماء مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين بقيادة عبيد بن عامر الوهيبي من يتابع مزنة على أول المراكز بالأداء الجميل والمستوى المميز. المركز الثاني ثاني المراكز وصلت غزلان على المركز الثاني محمد بن ناصر هنا المنصوري وصل على المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث التحديات وصلت الذيبة، الذيبة سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري والشعار الاقتصادي واصل في هذه اللحظات مع شفا مروان بن فرج بن غانم بن حمودة شقى، نعم إذن شقى في هذه اللحظات وصلت على المركز الرابع مروان بن فرج بن غانم بن حمودة الظاهري وصل رابعا على مستوى رابع المراكز. المركز الخامس خامس التحديات من انطلقت هنا ووصلت في هذه اللحظات وصلت شتات، يا سلام يا سلام عبيد بن محسن بن راشد المري وصل بن بعيران في هذه اللحظات ليتابع شتات على مستوى خامس المراكز. أما سادس الأسماء في هذه اللحظات وصلت على سابع المراكز وانطلقت وبرة، وبرة يا وبرة ماجد بن سيف بن طماش المنصوري. ووصلت الأسماء في هذه اللحظات لتنطلق وتصل في هذه الأثناء على مستوى سابع المراكز من تسللت في هذه اللحظات واخترقت الصفوف انطلقت إلى خامس المراكز. الشاهينية، الشاهينية وصلت بهذا الانطلاق المميز. علي بن سالم بن حمد الدرعي وصل في هذه الأثناء وانطلقوا أبناء السلطنة هنا ليتصل
السلطن في هذا الشوط. المركز الثامن بالرقم 8 وصلت النشلة، النشلة وصلت على ثامن المراكز بالشعار العملاق العيناوي سالم بن مظفر بن خموشة العامري، وصل في هذه اللحظات أحد الكبار الكبار اللي صالوا وجالوا، وصل العملاق العيناوي أيضا من وصل في هذه الأثناء، وانطلق الدلال يا دلال عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. الأسماء بدأت تقترب في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط اللي جرت الشوط جر هنا من انطلقت مزنه 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 مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين انطلق على المراكز، وعبيد بن عامر الوهيبي من يتابعها. الأسماء بدأت تتحرك والشعارات بدأت تصل في هذه اللحظات. ذيبه 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 يا سعيد يا بن سويد يا بن قشمان المنصوري، وصل مع الذيبه في رحلة 8 كيلومترات. هنا أيضا من وصلت على ثالث المراكز غزلان يا غزلان محمد بن ناصر المنصوري، وصل على ثالث المراكز رابع التحديات. وشقا شقا 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 وصلت بشعار الاقتصادي مروان بن فنغان عوده الظاهري، ايضا من وصلت ايضا من انطلقت شواهين يا شواهين سالم بن محمد بالحب العامري، وصل في هذه اللحظات على خامس المراكز. سادس الاسماء وصلت الشاهينيه علي بن سالم بن حمد الدرعي، ووصل في هذه اللحظات مالك احترام سلطان بن حمد بن محمد العامري، ايضا من وصلت ايضا من انطلقت المهنده مهنده نعم وصلت هنا بشعار مبارك بن سالم بن خجيم ال عذبه المري، ووصلت هنا دلال دلال يا دلال. الشوط ما يبغي له دلال يا المنصوري عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، تسلل وانطلق مع دلال ايضا من الجانب الاخر. هناك من وصلت هناك من انطلقت العنود العنود وشعار مهند ينطلق مع العنود حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، ايضا وصلت الشاهينية، وصل ممثل المدام سالم بن سيف بن سيف بن علي بن سويلم. يا سلام يا سلام الأسماء انطلقت الشعارات تواجدت في موقع واحد، يا سلام يا سلام. ولكن مقدمة الشوط الذيبة 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 سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري الدرعي تسلل من الجانب الآخر هنالك مع الشاهينية، وهنالك أيضا بن جهويل وصل واخترق الصفوف. إلى الأسماء المتقدمة على صدارة الشوط تسلل مع العنود حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، شعار المهند ينطلق في هذه اللحظات ويتواصل مع العنود عنود الصيد. لا والله يا بن جهويل إلا عنود الناموس. يا سلام يا سلام وسلالة مهند تنطلق على مقدمة الشوط. يا بوي يا بوي يا بوي العنود 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 على مقدمة الشوط، انطلقت بالانطلاق المميز انطلقت بالمستوى الكبير. هنا أهالي الشحانية يتواصلون بالنواميس في هذا الميدان وميدان الوثبة وتواصل الأحبة، وانطلاقة العنود حمد بن محمد بن سالم بن جهويل انطلق على المقدمة، ولكن الشاهينية هنا بشعار الدرعي ووصلت الذيبة تحركت الذيبة، أيضا وصلت شواهين وشعار بالحب، ووصلت في هذه اللحظات الشاهينية بشعار سالم بن سيف بن علي بن كلاك. خلوني مع العنود خلوني يا سلامي على العنود وانطلاقة العنود المميزة والكبيرة هنا بشعار
شعار بن جهويل وشعار المهند، شعار الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان المهجنات، ينطلق في هذه اللحظات مع العنود 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 العنود. يا سلامي على العنود، على مقدمة الأسماء تنتزع هذا الناموس، ولكن الله وصلت شواهين. يابا انطلق بالحب العامري مع شواهين على مقدمة الأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام. وهنا هنا العنود، العنود ما زالت صامدة ما زالت صامدة، ولكن شواهين شواهين والعنود، ولكن العنود العنود وشواهين، ولكن العنود العنود. ووصلت الجذابة، وصلت الجذابة في هذه اللحظات. يا سلام مع شعار الجربوعي، ولكن ولكن العنود العنود مع بن جهويل، العنود العنود العنود. يا سلامي عليك يا بن جهويل، هذا المستوى المميز والكبير مع العنود. والنقطة الثانية مع هذا الشعار، على ما يبدو لي تغادر به العنود، تغادر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لك يا بن جهويل على هذا الفوز، إن لم يكن للجذابة كلام آخر، ولكن العنود 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 والجذابة. يابا الله 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 الله. يا سلام. ولكن إذن اللحظات الأخيرة، الله هنا الدخول لحظات. يا أبو طلعت عطني اللقطة هنا لين وصلت شواهين سالم بن محمد بالحب العامري ورابع المراكز. وصلت لحظة مبارك بن محمد بن نصر العامري، والمركز الخامس وصلت النشلة بشعار سالم بن مظفر بن خموجة العامري. إذن هناك اللحظات الأخيرة ما بين العنود وما بين الجذابة. نعم اللحظات الأخيرة نتابع من وصلت، نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. هناك الدخول الجماعي كان 13 دقيقة ثانية واحدة وسبعة أجزاء من الثانية، كان الدخول الجماعي ما بين العنود حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، وهناك أيضا الجذابة لمن وصلت صالح بن سعيد الجربوعي المري. والتوقيت الزمني في هذه اللحظات يتحطم هنا، 13 دقيقة ثانية واحدة وسبعة أجزاء من الثانية. إذن هذا هو التوقيت الزمني الأفضل في هذا الصباح حتى هذه اللحظة. والمركز الثالث وصلت هناك في هذه اللحظات على ثالث المراكز شواهين سالم بن محمد بالحب العامري، وصل على ثالث المراكز 13 دقيقة وثلاثة ثواني وجزئين اثنين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. التحيات.